عندنا خبرين من النيابة العامة، تم حبس المتهمين النهاردة اللي تم القبض عليهم في حالات التحرش 4 أيام على ذمة التحقيقات. أيضا الحادثة اللي كانت يوم 4 اللي كان فيها اتحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم التجديد لهم 15 يوم أيضا على ذمة التحقيق. الحقيقة أنا لازم أشكر النيابة والنائب العام على البيان اللي هو أصدره على اهتمامه. احنا محتاجين من كل السلطات في مصر ان تهتم بمثل هذه الحالات، وانه زي ما احنا بنخرج في سواء في الفيسبوك او تويتر او مبادرات زي المبادرات الموجوده معانا او غيرها، واحنا في الاعلام نهتم بهذا، ايضا السلطات تهتم بيها. ولما الحقيقه شفت بيان النيابه انا الحقيقه يعني قدرت ده جدا، وده مهم، وده مشاعر لما النائب العام يهتم. يبقى اذا وكيل النيابه اللي بيعمل البلاغ اللي بيحرر البلاغ هيهتم، يبقى اذا الضابط في مشاعر كده لازم تسود في المجتمع انه خلاص بقى كفايه كده جدا على هذا الامر، ولا يجب ان تنتهك امراه واحده باي شكل من الاشكال.